بنكمل مع بعض دراسة يونت 8 في منهج كونكت بلس 4 للصف الرابع الابتدائي لغات، ودلوقتي هناخد lessons 5 and 6. طبعا ده درس كلايل وبيقول لنا ان بعنوانه fables and folklore. تعالوا نشوف ايه الموضوع ده. نبدأ نقرأ الكلمات الأول. shipwreck shipwreck اللي هو حطام السفينة، sailor sailor بحار، king ملك، folklore folklore تراث شعبي، people people حكاية أسطورية خيالية، servant servant يعني خادم، story قصة، tale حكاية. عندنا كمان successful ناجح، journey رحلة طويلة تبقى أكتر من يوم، ship سفينة، giant giant يعني ضخم، snake ثعبان، patient يعني صبور، fire حريق، group مجموعة، nature طبيعة، problem يعني مشكلة، frightened يعني خائف، storm عاصفة، island جزيرة، wave موجة موجة بحر يعني، safe آمن، terrible يعني مزعج أو مفزع، strong قوي، pleased مسرور أو راضي، moral أخلاقي أو معنوي، witch يعني ساحرة. عندنا في الـ conjugation of verbs مجموعة الريجولار الأول، return returned يعني يعود، try tried يعني يحاول، want wanted يريد، stay stayed يمكث أو يبقى، laugh laughed يضحك، smile smiled يبتسم، kill killed يقتل، listen listen يستمع، leave left طبعا دي مجموعة الإرجلر يعني يغادر أو يترك، speak spoke يتحدث، tell told يخبر، fall fell يعني يسقط، begin began يبدأ، take took يأخذ، hear heard يسمع، teach taught يعلم أو يدرس، bring brought يعني يجلب أو يحضر. عندنا مجموعة الـ important expressions، fell into يعني يسقط فيه في داخل شيء، fell down يسقط أرضا يقع على الأرض، on the island على الجزيرة، go on a journey يعني يذهب في رحلة، look for يبحث عن، put something in يضع شيء فيه، pass down اللي هو تورث. عندنا قصة كده شوية خيالية، طبعا أي ستوري بناخدها لازم تتقسم 3 أجزاء beginning middle and the end. خلينا نقرأ الجزء الـ beginning الأول. long ago منذ زمن طويل، the king asked an important man to leave Egypt for a special job. الملك طلب من رجل مهم إن هو يسيب مصر من أجل مهمة خاصة. The man traveled with many other sailors. سافر مع مجموعة بحارة تانيين، but he wasn't successful. ما كانش ناجح في المهمة بتاعته. When he returned, he was frightened. كان خايف about what the king would say. خايف الملك هيقول عليه إيه. His servant spoke to him. الخادم اتكلم معاه وقال له إيه. You must tell the king that you tried your best, he said. قال له لازم تخبر الملك إن أنت حاولت وبذلت أقصى مجهود عندك. فقال له إيه؟ I don't want to say that I was not successful, said the man. قال له أنا مش عايز أقول إن أنا ما كنتش راجل، ما كنتش ناجح يعني. Listen to my story. الخادم بيقول له اسمع قصتي. said the servant. I was a sailor too. أنا في يوم من الأيام كنت بحار برضو. I went on a journey for the king with the best sailors in the country. وطلعت رحلة أو رحت رحلة من أجل الملك مع أفضل بحارة في البلد. But a storm came. لكن في عاصفة جت. And our trip sank. والسفينة بتاعت sorry, our ship sank. سفينتنا غرقت. I fell into the sea. طبعا وقعنا جوه البحر.
and swam to an island وعام لحد ما وصل لجزيرة. I was alone and frightened. أنا كنت لوحدي وكنت مرعوب. Then فجأة I looked for food. بدأ يدور على طعام. And the island had food. كان الجزيرة فيها طعام, water, and everything I needed. كل حاجة كنت محتاجها. Another storm began. بدأت عاصفة تانية. I saw a giant snake in the waves. شفت تعبان عملاق جدا في الأمواج. His body was gold and his eyes were bright blue. كان جسمه من الذهب وكانت عيونه بتلمع بالأزرق أو أزرق لامع. I fell down as he spoke. وقعت على الأرض أول ما لقيت التعبان بيتكلم. How did you get to this island? said the snake. التعبان قال له أنت وصلت للجزيرة دي إزاي؟ I couldn't speak. مكنتش قادر أتكلم. The snake put me in his mouth and took me to the place where he lived. التعبان خده في بقه, خد الراجل أو الخادم في بقه وخده للمكان اللي هو عايش فيه. He asked me again, وسأله تاني, how I got to the island, إزاي وصلت للسفينة للجزيرة دي. So I told him about the shipwreck, وعشان كده حكيت له عن تحطم السفينة. The middle of the story, منتصف القصة. Don't be frightened, said the snake. ما تخافش. تعبان قال له كده. You'll stay on the island for 4 months. هتقعد على الجزيرة 4 شهور. And you'll be safe, وهتبقى آمن. Then people will find you and take you home. بعد كده في ناس هتلاقيك وهتاخدك لبيتك. Be patient, خليك صبور. And you'll return to your family, وهترجع لعائلتك. Then the snake told me what happened to him. بعد كده التعبان حكى له إيه اللي حصل. Long ago, منذ زمن طويل, I lived on the island with my children and brothers. كنت عايش, طبعا التعبان اللي بيحكي, كنت عايش على جزيرة مع أطفالي وإخواتي. A star fell, ونجمة وقعت. Bringing a terrible fire, وجابت معاها حريق مرعب أو فظيع. I was the only one to live, كنت الوحيد اللي عايش. But I stayed strong and patient, ولكني فضلت قوي وصبور. And things became better, كل حاجة بقت أحسن. Thank you, I said. When I get home, I'll send you many presents. طبعا شكر التعبان وقاله لما أرجع البيت هبعت لك هدايا. The snake laughed, ضحك. I don't need your presents, مش عايز هدايك. I have everything I need here, أنا عندي كل حاجة هنا. The end of the story, بيقول لنا I was on the island for 4 months. فضلت على الجزيرة 4 شهور. Then a ship came, فعلا سفينة وصلت. Just as the snake said, زي التعبان قال بالظبط. The snake gave me special presents to take home. تعبان اداله هدايا مميزة عشان ياخدها معاه البيت. Tell people in your city about me, he said. وقال له قول للناس في بلدك عني. I returned to my family, رجعت عائلتي. Gave the presents to the king, وديت الهدايا للملك. And he was pleased, كان مسرور طبعا. So listen to my story, اسمع قصتي. I was in a terrible place, كنت في مكان فظيع. But now I'm safe, دلوقتي أنا آمن. The man heard the story and smiled, الراجل سمع القصة وابتسم. طبعا المورال من القصة دي إن إحنا يعني نكون صبورين حتى لو كانت مهما كانت الأحداث الصعبة إحنا بنمر بيها, أكيد كل حاجة هتتغير وتبقى أحسن. بيقول لنا هنا شوية معلومات عن الستوري. بيقول لنا a good story has, أي قصة كويسة لازم يكون فيها الـ4 حاجات دي. أول حاجة the setting اللي هو المكان والزمان بتاع القصة, where the story happened, لازم يكون فيها characters شخصيات, people الشخصية دي ممكن تكون people ناس, animals حيوانات, or imaginary things حاجات تخيلية شخصيات تخيلية. لازم القصة يكون فيها plot كمان, plot يعني الحبكة الحكاية ايه نفسها,
exciting events that join together، هي أحداث مثيرة بترتبط مع بعضها، ولازم كمان يكون عندنا conflict اللي هو الصراع. الصراع اللي هو a problem that the characters have to solve، المشكلة اللي الشخصيات لازم تحاول تحلها. وكمان في الآخر يكون عندي a resolution اللي هو حل المشكلة، when the problem is solved and the story ends، لما المشكلة تتحل والقصة تنتهي. كل الخمس حاجات دول لازم القصة الكويسة يكون موجودين فيها. بيقول لنا هنا المورال بتاع قصتنا عبارة عن when bad things happen، لما الحاجات اللي السيئة تحصل لنا be strong، خليك قوي and patient وصبور، and things will get better، والحاجة هتتحسن أو الأمور هتتحسن. بيقول لنا عنوان درسنا لكلمة fables and folklore، بيقول لنا دي أنواع من القصص، are types of stories، دي أنواع من القصص اللي ممكن نقراها، that are passed down from one group of people to another group of people، هي قصص بتتوارثها مجموعة من الناس لمجموعة تانية أو أجيال لأجيال. They teach us a lesson، القصص دي سواء الفيبلز أو الفولكلور هي بتعلمنا دروس or moral أو مغزى أخلاقي، and are often about animals، وغالبا بتكون فيها شخصيات animals، plants، نباتات، or things that happen in nature، أو حاجة بتحصل في الطبيعة. There are many stories from ancient Egypt، عندنا قصص كتير متوارثة من مصر القديمة.